الشيف زكي قال في تصريحات: احنا كلنا كفنانين تضامنا جميعا مع الكواكب اللي هي جزء من حياتنا ورحلتنا، جزء من هوليوود الشرق وذكرياتنا واحنا بنشتغل، وهي بتوثق لما كان بتنزل عننا اي خبر او مقالة كان شيء عظيم جدا. وأضم صوتي أنا وزملائي لكل العاملين في مجلة الكواكب، وبنتمنى إعادة النظر في هذا القرار. ويمكن غلاف مجلة الكواكب اللي بتنتظره كل أسبوع هو مرآة لينا وللفن المصري، وبنشعر بالحزن لاختفاء هذا الغلاف. حقيقي يعني موقف مشرف جدا من دكتور أشرف زكي، وده موقف يعني مش جديد عليه، احنا متعودين دايما منه على مواقف كده شجاعة وقوية، لأنه داعم دايما للفن والفنانين والصحفيين المتخصصين في المجال الفني. الفنانة هالة رشدي أعلنت أنها تعرضت لوعكة صحية تسببت في أنها تعمل عملية، وقالت على حسابها الشخصي على فيسبوك: بناء على إلحاح المرافقين قالوا لي أطلب منكم الدعاء عشان دخل أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله، ولما أطلع بالسلامة بإذن الله بإذن الشافي المعافي أحكي لكم الحكاية من الأول. لا إله إلا الله، ألف سلامة عليكي. يعني يمكن بنتمنى ليكي طبعا الشفاء العاجل، وترجعي يعني تدينا كل الطاقة الإيجابية اللي احنا متعودين عليها منك بفيديوهاتك وطلتك وصوتك الحلو الجميل. من أيام قررت الفنانة حنان ترك إن هي توجه مجموعة رسائل لجمهورها من خلال فيديو لايف على حسابها الرسمي على فيسبوك، وقالت: عاوزاكم تساعدوني على أي حد بيتكلم باسمي، انتوا اللي تقفوا لأنكوا عارفين حنان ممكن تقول إيه وما تقولش إيه. يمكن كان في صفحات كتير باسمي بتتكلم باسمي في الدين وفي السياسة، وأنا ماليش علاقة بيها وعمري ما بنزل بوستات بالشكل ده. ويمكن حنان كملت كلامها وقالت: أولا سياسيا أنا جاهلة جدا وما عنديش وعي سياسي أني أعرف أقول اعملوا حاجة أو ما تعملوش، وما عنديش كمان الثقافة اللي تخليني أنظر سياسيا أو أنظر سياسيا. أما بالنسبة للدين فقلتها زمان وهقولها تاني: أنا درست علوم شرعية على سبيل النجاة لا على سبيل الدعاء، والدعوة دي موضوع كبير جدا ومحتاج علم وفقه، مش أي حد يقدر يعملها، أنا فين والكلام الكبير ده فين؟ وقبل ما تختم الفيديو قالت لجمهورها ومتابعينها: طبعا أي حاجة نزلت على لساني ويقولوا حنان قالت فتوى وإن ربنا غضبان على فلان أنا ماليش علاقة خالص، أنا لا بحرم ولا بحلل ولا الكلام ده ليه علاقة بيا، وأنا ما أقدرش أفتي في دين ربنا، وده يعني ليه ناس. ونصيحة لكل الناس: لما تحب تاخد نصيحة خدها من أهل العلم والناس المسؤولين عن الفتوى ومصرح لهم بيها.